وهو جالس مع قومه وبنو إسرائيل موجودون، كان فيهم رجل اسمه السامري. هذا السامري رجل فيه خبث وفيه نفاق، تظاهر بالإيمان لكن قلبه لم يكن مؤمنا بالله جل وعلا. هذا الرجل لما رأى جبريل عليه السلام عندما أغرق فرعون، رأى فرس جبريل حطت في الأرض، فأخذ أثرا من فرس جبريل، أخذه واحتفظ به. فقال الله عز وجل لموسى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. من السامري؟ يضل قومي عن عبادة الله جل وعلا. فإذا بموسى عليه السلام يغضب، غضب لله جل وعلا، والقوم تركوا عبادة الله للتو، تركهم 40 يوم بس، 40 يوم كفروا بالله ورجعوا إلى عبادة غير الله والأصنام والأوثان. جاء موسى عليه السلام إلى السامري الذي أضل الناس وجعلهم يعبدون هذا العجل من دون الله، قال له: لما صنعت هذا يا سامري؟ قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. ما الذي رأيت؟ رأيت جبريل، ما رأه أحد، فأخذت قبضت قبضة من أثر الرسول، من أثره قبل أن يغرق فرعون، لما جاء ليغرق فرعون في اليم رأيته فأخذت شيئا من أثره. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. الآن اعترف السامري بالجريمة، اعترف بالذنب، والآن سيحكم عليه موسى عليه السلام. قال: اذهب، اذهب، عقوبتك أن تغادرنا، أن تبتعد عنا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي لا يمسك عقوبة، لا يمسك أحد من الناس، ولن تمس أحدا من الناس طوال حياتك. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. هذه عقوبة الدنيا، أما عقوبة الآخرة الأمر عند الله جل وعلا. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. عليك الصلاة والسلام وتأخذ برأس البريء، والذين وقعوا بالفتنة يقتلوا، ثم تأتي إلى الصانع، صانع الفتنة، تقول له: ما خطبك بهذا اللين؟ الشيء العجيب الآخر أن هذا الرجل السامري رأى غضب موسى، ورأى تكسير الألواح، ورأى أن موسى يفتك بهارون عليهم الصلاة والسلام، لكن هذه المشاهد لم تجعل هذا الرجل، لم تجعل عينه تريفة،
ولا قلب لا خوف ولا وجل. قال بصرت ما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لموسى. بكل هذا البرود لا يخشى موسى ولا يخاف موسى. موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري له جواب واحد فقط، هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرجل لن تسلط عليه، ليس لك قدرة على هذا الرجل، لن تستطيع أن تؤذي هذا الرجل، هذا الرجل عنده قدرات خارقة، عنده أشياء فوق المعطى للبشر. فمثلا هو قال بصرت بما لم يبصروا به، بماذا بصر؟ ماذا أبصر؟ رأى جبريل عليه الصلاة والسلام عندما نزل ليفلق البحر وينجي الله عز وجل بني إسرائيل، رأى جبريل. من في أولاد آدم يستطيع أن يرى الملائكة؟ من؟ فقط الأنبياء، فقط الأنبياء يرون الملائكة. أما أن يرى الرسول ويعلم بأن هذا رسول، هو لم يرى آدمي، لو رأى آدمي كيف له أن يعلم أن هذا رسول؟ هو رأى ملك. فقط الأنبياء يرون الملائكة، وواحد من أولاد آدم غير الأنبياء يستطيع أن يرى الملائكة. من هو؟ المسيح الدجال. المسيح الدجال عندما يأتي المدينة المنورة، عند خروجه عندما يأتي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، يجد الملائكة، يرى الملائكة على أنقابها تحرسها. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. المفسرون رحمهم الله قالوا بأن لا مساس أي أنه أصيب بمرض في جلده، فأصبح يتأذى الماس والممسوس، وكان يقول للناس لا مساس، لا أحد يمسني. انظروا إلى ظاهر الآية ماذا يقول الله عز وجل، قال فاذهب فإن لك، ليس عليك، ليس ضدك، لك، هي منحة لك، ميزة لك. قال فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس، لا مساس، ليست عقوبة بل هذه منحة، بل هذا يعني ليمده الله عز وجل بالطغيان. المساس لا أحد يستطيع أن يماس أو يقترب منك أو يطلع على أمرك أو على خفاياك أو أن يخالطك إلا إذا أنت أردت له ذلك. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. منذ ذلك اليوم أصبح لهذا الرجل أتباع وماسون له، مقربون منه على درجات وعلى مر العصور، هو يقرب من يريد، هو يؤوي إليه من يريد. وبهذا الاسم، باسم المساس، بهذا الاسم سماه الماسون، الماسون، الحركة الماسونية التي عمرها أكثر من 3000 سنة، هذا هو زعيمها، هذا هو قائدها، الذي يعيش على هذه الأرض شاباً منذ آلاف السنين. التي فيها موسى عليه الصلاة والسلام ليس إيذانا بفضح هذه الحركة، لا، هو إيذانا بزوالها. لقد اقترب يوم الحساب، اقترب يوم القصاص عن تلك الجرائم التي أحدثها هذا الرجل وفرقته منذ آلاف السنين. لقد أفسدوا في الأرض فسادا عظيما، لقد قتلوا كما كبيرا من الأنبياء،